صلى الله عليه وسلم. سماحة الوالد، يقول السائل: ضيف أحد الإخوة أحد طلبة العلم ووضع له عشاء من الدجاج من أحد المطاعم، فسأل عن نوع الدجاج فقال إنه دجاج برازيلي، فأمر بأخذ الدجاج وألقاه في القمامة واكتفى بأكل الرز فقط، فما رأيكم بذلك؟ كونه لا يأكله لا شيء، يأكل أو ما يأكل، أما أنه يلقى في القمامة هذا لا يجوز، هذا من ازدراء نعمة الله، إذا لم يأكله يأكله غيره ولا يلقيه في القمامة. نعم.